اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجنا التاسعه. النهارده المقدمه ليست بعيده على الاطلاق عن الاجتماع اللي عقده فخامه الرئيس مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف. اقول لك ليه؟ خلال الاجتماع فخامه الرئيس وجه بتطوير برامج تدريب وتاهيل الائمه بالنظر لايه؟ بالنظر لدورهم الهام في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف وملء أي فراغ دعوي كان قائما من قبل. عند النقطة دي عايز أتوقف مع حضراتكم لبضع لحظات. أنا بشوف انه الاجتماع ده بقدر اهميته بقدر ما في جانب ملقى علينا احنا بقى هنا ولاد الشغلانة دي ما نطلق عليه الصحافة التلفزيونية ما يطلق عليه او ما كما تطلقون عليه الاعلام. انا ما احبش كلمة اعلام، انا احب كلمة الصحافة التلفزيونية، احب كلمة الصحافة المطبوعة والمقروءة، الصحافة المذاعة اللي هي الراديو يعني. المهم جزء ملقى على عاتقنا هنا في مثل هذه الاستوديوهات وجزء آخر وهو جزء غير يسير بل هو الأكثر تأثيرا. شوف بقى لحد فين أكثر تأثيرا مننا. في مهنة تقول إن في مهنة موازية أكثر تأثيرا منها؟ آه لما نكون بنتكلم جد. آه الدراما والسينما، تاني الدراما والسينما. وعاوز أرجعك شويتين لأواخر القرن التسعتاشر أو النصف الثاني من القرن التسعتاشر، عهد الخديوي إسماعيل بالتحديد، مرورا بالمرحلة الخديوية ثم السلطان حسين كامل ثم الملك فؤاد فالملك فاروق إلى آخره. لكن المرحلة بتاعت النصف الأخير من القرن أو النصف الثاني من القرن التسعتاشر وعشرينيات القرن العشرين، دول كانوا مهمين جدا في إيه؟ الخديوي إسماعيل عمل دفع وحيد. يعني ايه دفع وحيد؟ يعني راح على ميدان الاوبرا المعروف حاليا اياه ده، واللي بالمناسبه انا هنا اناشد الدكتور مصطفى مدبولي بانه يا فندم احنا عاوزين اعاده تنظيم الميدان ده حتى يعود الى صورته الاولى، لو نقدر نشيل جراج الاوبرا تاني شيله يا فندم. مساله يعني كان تصور مشوه وممجوج، بس يعني في النهاية خالص مش مسؤولية حكومة الدكتور مصطفى ولا مسؤولية الجمهورية الجديدة، لكن احنا عاوزين نعالج. بس هرجعك تاني، مكان الجراج الحالة المشوهة اللي موجودة دي كان في دار الأوبرا الخديوية عرفت فيما بعد بالأوبرا المصرية اللي اتحرقت. طيب لما اتعملت دار الأوبرا هنا أصبح المواطن المصري، مش المواطن العادي، تقريبا 0.5% بيتكلموا على حاجة اسمها دار الأوبرا وبيروحوها يقدروا يتحملوا تكلفة دخول دار الأوبرا الخديوية ويتفرجوا على عروض الأوبرا والباليه والمسرح العالمي وما إلى ذلك. وكانت الفرق وقتها بتيجي من بلاد برة. شوية شوية المصريين نفسهم أصبحوا هم عندهم شغف. ايه اللي بيحصل ده؟ وليه ما نقدمش مسرح للجماهير العادية؟ وبدأ تكوين الحركة المسرحية المصرية الخالصة شيئا فشيئا رويدا رويدا، وصولا بقى العزيز عيد أبو المسرح المصري، بعد كده مرورا بفرق أخرى جت بعديه، وما وصولا حتى لفرقة إسماعيل ياسين ومسرح التلفزيون اللي ظهر في الستينيات وما إلى ذلك. يبقى المجتمع عمل ايه؟ المجتمع عمل الحركة المسرحية المصرية. فرق كتير اصبحت متواجدة، مسارح بتتفتح، روايات بتترجم. ومن هنا بدأ المجتمع وعيه وذهنه ووجدانه يشكل من اول وجديد. بس هرجعك على انه شوف بقى، من كل ده فكرة التواكل على ربنا سبحانه وتعالى وفكرة الخرافة المطلقة
أصبح المصريين طريقة تفكيرهم أكثر انفتاحا، أكثر توجها للعلم والتعلم، الأخذ بالأسباب، التعليم المدرسي، التعليم الجامعي، لا ده احنا لسه ما فيش جامعة مدنية في مصر فهنسافر نحاول نتعلم بره قدر الإمكان للي يقدر. طب وشوية شوية اتعملت الجامعة اللي موجودة في مصر وكانت وقتها بالمناسبة جامعة أهلية، وهكذا. وبدأت المدارس تنتشر، وبدأ المصريين في التعليم المدني يدخلوا ويتعلموا ويفهموا، فبدأت الذهنية المصرية تختلف. كان هنا مين اللي بيحرك؟ المسرح المصري، أبو مسارح المنطقة بالقطع، بلا منافس ولن يكون لي منافس مهما حصل لأسباب عدة برضو. طيب شوية وظهور دور السينما، شوية وظهور التلفزيون، وهكذا. هنا لازم تفهم من غير ما تبص بنظرة سطحية على صور الفوتوغرافيا القديمة اللي بيتناقلها الناس، سيبك من الفترة بتاعت عشرينات وتلاتينات واللي يقولك وأيام الملك ومش أيام الملك، دي كانت أيام غبرة بالمناسبة يعني، وكان المصريين حالتهم ماديا واقتصاديا واجتماعيا زي الزفت، والمجتمع اللي انت بتتغنى بيه ان كنت من المتغنيين ده مجتمع اقل من 1% اللي كان بيطلع لك في الافلام ويقول لك يا سلام شايفين الافلام القديمه، ده كلام فارغ وكلام ابله يعني. عاوز تعرف شكل المجتمع المصري؟ هو مجتمع الستينيات، الصور بقى اياها بتاعت السيدات الفضليات امهاتنا الحاليات جوه المدرسه وجوه الجامعه وفي الشوارع وامام المحلات والمتاجر وما الى ذلك، عشان في منظومه اخلاقيه، علشان هو اتربى على فكره المبادئ والمثل العليا، هو اتربى على احترام الكبير والعطف على الصغير، هو اتربى على انه يقف للكبير يا محترم. بلاش، كان في اغنيه حلوه كده طلعت من كام سنه، قالك لما عم الحاج يعدي كله يوقف لعب يهدي والبليل اللي في جيبي والسنت وايبي، ده الشارع المصري. لما عم الحاج يعدي هنا على لسان اوكا وأورتيجا كانت بتتكلم على فكره احترام الكبير، كله يوقف لعب يهدي كله ادب، الراجل الكبير معدي الادب. انزل لف في المناطق الشعبيه زمان، سيده زينب وباب الشعريه والسكاكيني والظاهر والجماليه وهكذا، تعرف يعني احترام. هتقول يعني هو الاحترام كان مربوط بس بالمنطقة الشعبية؟ لا، الاحترام كان في المطلق وقتها، الكل يحترم الكل، مفيش فيها هزار. يعني على سبيل المثال عبد الله بن أبي قحافة كما عرفناه باسم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، طول عمره محترم من قبل البعثة المحمدية، فجاءت البعثة المحمدية وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الصديق صديقه الصدوق، أو أصبح الصديق أصبح أبو بكر، أصبح عبد الله بن أبي قحافة هو الصديق الصدوق للرسول الكريم، لكنه كان طول الوقت محترم. الأخلاق، الأخلاق. طيب الرسول قبل ما ينزل عليه الوحي كان إيه؟ كان أخلاق، كان في خلق، في تربية، في مبادئ، في مثل قبل ما ينزل عليه الوحي. ايوه قبل ما ينزل عليه الوحي، مش كان اسمه الصادق الامين قبل البعثه؟ ولا دي هنفتي فيها هي كمان؟ اذا لما نيجي نبص كده المسؤوليه فين؟ هل تقع مسؤوليه على الائمه والدعاء والوعاظ؟ طبعا الرئيس يوجه بالتطوير وبالتدريب وبالتاهيل اكيد، لكن كمان خد بالك انت لازم تبدأ تعمل الواجب بتاعك اللي انت اصلا متأخر فيه بقالك سنين. يعني لو انت عاوز الحق احنا كلنا متأخرين. المسألة ما هياش بس متعلقة بان احنا نقعد نفكر طول الوقت نفسر الجملة بتاع تطوير تحديث الخطاب الديني، لا، هي المسألة احنا هنقدم ايه للناس على الاقل في طريقة المناقشة والخطاب. انت ازاي بتتناقش مع ضيفك او تتناقش مع المختلف معاه قبل المتفق معاه؟ ازاي بتقدر تحترم في مناقشتك؟ ازاي يبقى نبرة صوتك فيها الاحترام؟ درجة علو الصوت او انخفاضه فيها احترام؟ ما هو الصوت لو عالي اكتر مما ينبغي اصبح قلة احترام، ولو الصوت انخفض اكتر مما ينبغي برضه في قلة احترام. مش بيقول لك انت بتبرطم بتقولي ما كده صوتك واطي، صح؟ طيب انا ببسط لك الامور قدر الاستطاعة، بس اللي عايز اقوله لك انه ارجع تاني على قديمه هتعرف ان المجتمع كان محترم.
جدا. أدب الأدب، الناس كانت بتصبح على بعض ببشاشة وهدوء، الناس كانت بتتكلم مع بعض بأدب، الناس كانت بتختلف مع بعض بأدب، الناس كانت بتحترم وجود بعضها في الشوارع، بتحترم وجود بعضها في أماكن الدراسة، مدرسة كانت ولا جامعة، بتحترم بعضها جوه أماكن العمل، جوه المواصلات العامة. اللي كان بيغلط ده بيبقى حدث، يا ده يا دقي، حدث، واحد عاكس واحدة هتحلق له زلبطة، حدث. عيال شباب زراف لطاف حبوا يعملوا نفسهم سيكي ميكي ودخلوا مسابقة أجمل ولد وأحلى عنين في المعمورة. جمال عبد الناصر الله يرحمه قال لهم العيال دي تخش الجيش، أجمل عنين في المعمورة، إحنا جبنا هرج ولا إيه؟ راجل واخد جايزة أحلى عنين في المعمورة، إيه دي؟ لا العيال دي تخش الجيش على طول كده. ليه؟ عشان أقعد أفكر كراجل جدع. انت راجل وزي الفل، راجل جدع، القصه احلى عنين في المعموره يا راجل، هتفتح البيت ده احلى عنين في المعموره؟ فعش يعني هتبني البلد ده احلى عنين في المعموره؟ وقتها كانت المعموره عشان ورانا يعني. فهرجعك تاني، ممكن بعد اذنك كلنا نقعد نفكر ازاي المجتمع يعود مره تانيه الى مساله الاحترام المتبادل لكل قيمه ولكل مثل. ده واحد. اتنين، الدراما ناويه على ايه؟ طب والسينما ناويه على ايه؟ دراما وسينما يعني تاثير على الوجدان واعاده بنائه، دراما وسينما يعني اعاده الناس لمربعاتها السليمه والصحيحه، لانها اكثر تاثيرا من 100 حلقه، من 200 حلقة. أنا لو كل يوم كل المذيعين قعدنا نتكلم معاكو ما لم يقله مالك في الخمر، مسلسل واحد يغطي علينا كلنا. والمسلسل أقوى من الفيلم بالمناسبة، لأنه فيه التتابع والاستمرارية ومساحته طويلة، وبتشوف قدامك نماذج اجتماعية مختلفة ومن شرائح أكثر اختلافا وسيكولوجيات أكثر وأكثر اختلافا وهكذا. مش هطول عليك، هي كانت مجرد مش بس فضفضة، لكن مجرد خاطرة شردة وردة على رأي الأستاذ مصطفى الحسيني أبويا الله يرحمه. فتعالوا نفكر فيها بالراحة، وكلنا نشوف هنقدر نعيد هذا النسيج الاجتماعي أو النسيج الأخلاقي الاجتماعي إزاي. طيب خليني أكمل معاك بتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه الدولة تتحمل كافة نفقات علاج الكاتب الصحفي الأستاذ سيد عبد العاطي رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد. الله، ربنا يا رب يديله الصحة ويقومه بألف صحة وسلامة. ده فور معرفة فخامة الرئيس بالحالة الصحية اللي بيمر بيها الأستاذ سيد عبد العاطي، ربنا يديله الصحة. تقدم نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان باسمه وبالنيابة عن أسرة الأستاذ سيد عبد العاطي وكل أعضاء نقابة الصحفيين بخالص الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره المعتاد واللي بيعكس تقديره لعطاء الكاتب الصحفي الأستاذ سيد عبد العاطي، ربنا يديله ألف صحة ويقومه بالسلامة. خلوني أخدكم ونروح على تقرير مهم جدا متعلق بقى بإيه؟ أيوة، بكلية الزراعة. كلية الزراعة في جامعة دانها تمكنوا من إنتاج سلالة جديدة من الدواجن. طيب خد بالك بقى هنا، شوف التفكير، عندي متغيرات مناخية، طب أنا عاوز فصائل جديدة وسلالات جديدة تعرف تقاوم البرد وتقاوم الحرارة علشان ما تفتصش، هنعمل إيه؟ عملنا كده في كلية الزراعة، هي بتقدر تقاوم التغير في درجات الحرارة بجانب مضاعفة الإنتاجية من اللحوم والبيض. تعالوا نتابع التقرير ونرجع نكمل الكلام. الحقيقة احنا عندنا النهاردة حاجتين هنتكلم عليهم كويسين جدا. الحاجة الأولى ان احنا عندنا انتاج سلالة من الدواجن مسمينها سلالة دجاج بنها. الحاجة التانية اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة اللي هو زراعة موسم زراعة محصول القمح. النهاردة احنا العام الماضي كنا بنزرع 15 فدان، النهاردة عندنا 60 فدان من القمح.
بسلالة، وده اللي احنا برضو ايضا بنؤكد عليها، سلالة محلية اصلا مصرية. اذا كان لكلية الزراعة وجامعة بنها لها دور، فهذا الدور لابد ان يساهم في حل هذه المشكلة، ولابد ان يكون دور مجتمعي قوي جدا بحيث ان الجامعة تقدر تلبي احتياجات المجتمع المحيط. النهاردة احنا بندشن مشروع زراعة 60 فدان تابعة لمزرعة كلية الزراعة لزراعتها بالقمح. فالجامعة في نطاق خدمة المجتمع المحيط بتحاول ان هي تجسر الفجوة بين متطلبات السوق والإنتاج، وبكده تبقى الجامعة ساهمت في خدمة البيئة وحاولت ان هي توفر محصول استراتيجي للدولة في إطار خطة الدولة في الأمن الغذائي. والحقيقة احنا بنزرع صنف متميز اسمه جيزة 171 وساخة 95 كصنفين متميزين في إنتاجيتهم العالية وللمساهمة في سد الفجوة الغذائية في مصر. وفي نفس الوقت احنا بندي رسالة للمجتمع المحيط ان احنا بنزود مساحة القمح، وعلى غرار كلية الزراعة بمشتهر والاحتكاك بالمزارعين الخارجيين يبدأوا هم برضك يزودوا مساحة القمح في مساهمة لكلية الزراعة والمجتمع المحيط في سد الفجوة الغذائية من القمح. إن شاء الله المردود بتاعه نصل بالإنتاجية إن شاء الله السنة دي لعشرين أرداب بالفدان كمتوقع بالنسبة للأصناف اللي احنا زرعناها. الكلية فيها مجمعات معامل بحثية بتخدم على هذا الأمر، بتخدم على الأراضي المحيطة بالكلية كلها والمناطق الزراعية المحيطة بالكلية. بالنسبة للسلالات بتاعت الأرانب والدواجن، احنا عندنا الحقيقة سلالتين عاليين جدا، عندنا سلالة أرانب مشتهر، ودي برضو كانت بين سلالة أسبانية في لاين أسباني مع السيناوي الجبلي، وتم إنتاج سلالة مشتهر مقاومة لكل الظروف وغير أيضا الطيور. عندنا مشروع الرز دوان بيهدف إلى إنتاج أصناف جديدة عن طريق محورين. المحور الاول ان احنا نبكر في النضج، وبالتالي بنستهلك كميات قليله من الايه من الميه، ان احنا بنوفر رياض في الميه في اخر الموسم. وتاني نقطه او تاني محور ان احنا بننتخب سلالات في الجيل الثامن دلوقتي من المشروع الناتج عن تهجين الاصناف المصريه في الاصناف الصينيه، ودوت مشروع استراتيجي ما بيننا وما بين دوله الصين، وإن شاء الله هنبتدي نسجل أصناف جديدة في الإيه أو سلالات جديدة في الإيه في الرز بتكون مقاومة للإجهادات الإيه البيئية وخاصة الجفاف. محصول القمح عندنا هو الذهب الأصفر بتاعنا، بدأنا في زراعته زي ما أنتم شايفين حضراتكم. إحنا عندنا طرق زراعة القمح، عندنا الطريقة اللي إحنا بنزرع بها دي طريقة عشان نقاوم بعض الحشائش اللي موجودة، وعندنا طريقة تانية الطريقة الحديثة للقمح اللي هو زراعة القمح على مصاطب. فده يعني حاجة غير مسبوقة، وده كله إن شاء الله بتوجيهات القيادة السياسية إن إحنا نزود مساحة القمح، وإن شاء الله كده يكون خير بإذن الله، والموضوع يبقى بإذن الله كده يكون الخير يعم على مصر. بالنسبة لاستخدام الأسمدة الكيميائية في الإنتاج الزراعي، بتستخدم بكميات كبيرة جدا، ودي بتختلف على حسب المحصول، لأن كل محصول له احتياجات سمادية معينة. فمحصول زي محصول القمح اللي احنا بصدده النهارده، الفدان بيحتاج من 60 ل 80 وحدة أزوت، يعني حوالي 6 شكاير خلال الموسم. ولكن في طبعا في برضه حاجة اسمها الأسمدة الحيوية، يعني كان يفضل إن أنا أعمل تلقيح بالأسمدة الحيوية اللي هي بتوفر لي 50% من قيمة الأسمدة الكيميائية. وكل هذه العملية على فكرة مكاسب، وأهم شيء إن أنا بحافظ على البيئة من التلوث اللي بينتج من تراكم المخلفات الزراعية أو المخلفات الحيوانية، وبقلل من حدوث الأمراض للإنسان أو الحيوان نتيجة تراكم هذه المخلفات. إحنا عندنا في الكلية هنا عندنا مزرعة سمكية مكونة من 8 أحواض بتعمل بنظام إعادة تدور المية. النظام ده من مميزاته إن أنا بستخدم المية بكميات قليلة جدا، اللي بيحصل إن عندنا كمية مية في أحواض الأسماك، بعمل لها عملية تدوير إن أنا باخد المية بعد ما اتحملت بكمية من الملوثات واستنفذ الأكسجين الموجود فيها، بمررها على مجموعة من وحدات الترشيح عشان أتخلص من المخلفات اللي موجودة فيها وبعيد استخدامها مرة تانية بعد ضفط الأكسجين لها.
مميزات النظام ده ان انا بقدر انتج في فصل الصيف وفصل الشتاء، كمان بقدر اتحكم في الوقت التسويقي اللي انا بطلع فيه السمك في الوقت اللي انا عاوزه. احنا معروف ان في مصر كلها بتنتج سمك من شهر 4 وبتبيع، بتبدا بدايه في شهر 11 12 1. لا، النظام ده بقدر اتحكم بقى في الوقت اللي انا ببيع فيه. النظام ده سهل جدا في زراعة السمك، سهل في تربيته وسهل في حصاده. طيب يا جماعة، تعالوا نقول لكم أهلا بكم معنا مرة تانية. صديقي أحمد نابو يعجبه جدا الكلام عن الحركة المسرحية المصرية. والله يا نابو أنا بكلمك بجد، أصل لما تقعد تتأمل، بكلمك بقى بأمانة يعني، أما تقعد تتأمل في مسألة الحراك الفني المصري وتطوره تحديدا من وقت الخديوي إسماعيل ولحد نهاية الستينيات، هتكتشف ان احنا ارتكبنا بحق نفسنا جريمة بقى فيما بعد. يعني احنا دمرنا كل اللي بنيناه بنهاية السبعينيات كده ومطلع التمانينات، دمرنا الدنيا. ده كان ليه اسباب كتير مش وقت ذكرها دلوقتي يعني. تعالى بقى نروح لاحتفال متحف النوبة بأسوان بيوبيلو الفضي. 25 سنة عدت يا محترم على افتتاح هذا المعرض. مصر وأسوان والنوبة بتنظم معرض خاص للفنون التشكيلية وعروض لفرقة أسوان للفنون الشعبية، ده في إطار الاحتفالية، وكمان بيستقبلوا الزوار بالمجان. متحف النوبة واحد من أهم المزارات السياحية اللي عندنا في أسوان، وبيجذب الآلاف من السائحين دائما وأبدا. ليه بقى؟ هو بيحتوي على مجموعة مهمة جدا من الآثار والمعروضات والمقتنيات، إلى جانب تصميمه أصلا على الطراز النوبي المعماري، وهو طراز لطيف محبب إلى النفس ومبهج كمان عندما تنظر إليه. المتحف ده خد قبل كده جائزة أغاخان لأجمل مبنى معماري في العالم سنة 2001. تعالوا ناخد الحكاية من زمان. أستاذ أحمد عبد الرحمن مدير عام متحف النوبة في أسوان، أهلا أهلا بيك يا أستاذ أحمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مبروك على 25 سنة وعقبال ما يبقوا 25 ألف سنة كده. ربنا يخليك، الله يبارك فيك يا رب. متشكرين. حدوتة المتحف ده من البداية كانت ايه يا فندم؟ والله متحف النوبة تم افتتاحه في 23 نوفمبر سنة 97. المتحف تم اختيار المكان، كان موجود على ربوة عالية المكان ده، وكان بيحيط بالمنطقة آثار من ومقابر من العصر الفاطمي. اختير المكان كمان لأنه جاي في شارع من أهم الشوارع الموجودة عندنا في أسوان، وهو شارع الفنادق اللي بيشمل أو بيضم أقدم الفنادق اللي موجودة عندنا في أسوان، فندق كاتاراكت القديم والجديد، وكمان جاي في منطقة يعني وسط، يعني يسهل على الزائرين إن هم يزوروا المتحف بطريقه ميسره في طريق مواصلاتنا يعني. الاحتفاليه النهارده كانت شيء رائع وجميل، يعني شاركت فيها كثير من اطياف المجتمع. متحف النوبه احنا بنعتبره مش متحف لعرض الاثار بس كمان، لا ده متحف النوبه بنعتبر مؤسسه ثقافيه. احنا عندنا فندم في متحف النوبه قسم تربيه متحفيه، بنستضيف الطلبة المدارس والجامعات، وبنتعامل حسب الأعمار السنية، بيعملوا شغل بالصلصال وشغل بالفلين ولوحات فنية. كمان بالتعاون مع كلية الآثار كان عاملين، شاركوا معنا النهاردة في الاحتفالية وكانت حاجة رائعة جدا. ايه ابرز المقتنيات؟ كلمنا عن الاحتفالية، انا موافق جدا. الاحتفالية شارك فيها كلية الآثار بأسوان، وكمان قصر ثقافة أسوان بجانب التنظيم بتاعنا. هي لحظنا الجميل
ان احنا كان في مقترح ان احنا نبعث لسيادة الوزير اثار بان احنا في اليوم ده يبقى مجاني لدخول الناس وكده. فصدفت ان الامين العام للمجلس الاعلى للاثار الدكتور مصطفى وزيري صدق على ان اليوم ده يبقى مجاني لجميع دخول جميع المزارات السياحيه في مصر كلها. خطوه جميله بمناسبه مرور 100 عام على اكتشاف مقبره توت عنخ امون. طيب. فدي كانت حاجه برضو جميله ولفته جميله ان صدفت يوم ميلاد متحف النوبه. الاحتفاليه بدات بطلبه كليه الاثار كانوا عاملين موكب بزي الفرعوني موكب يعني تقدموا الاولاد والبنات ماسكين في ايديهم بعض الاطباق من الخوص كانهم بيقدموا قرابين. طبعا كان جوه الاطباق ديت بلح وكده كانوا بيقدموا للزائرين يعني. وكمان كان في بيتقدمهم بنت ماسكه طبق خوص وعليه المقص اللي كان شرفنا بالحضور الدكتور ايمن عثمان رئيس جامعه اسوان وافتتح معرض لطلبه كليه الاثار كانوا عاملين بعض اللوحات الفنيه بيستخدموا فيها تقنيه قديمه. بعد المعرض كمان كان في معانا قصر ثقافة أسوان عمل لنا معرض الأول للفنون التشكيلية لفناني أسوان اللي موجود منهم في أسوان واللي موجود في المحافظات الأخرى زي في القاهرة أو اسكندرية وكده. كمان عملنا عروض فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية ودي كانت مهداة منهم. وكمان كان في بعض الكلمات تقديرا لمديري المتحف السابقين. احنا بفضل الله يا فندم احنا كنا كرمنا من فتره اسماء مديري المتحف كنا فقدنا 2 من مديري المتحف كان توفاهم الله واطلقنا اسميهم على بعض الاقسام الموجوده عندنا في متحف النوبه قسم التربيه المتحفيه سميناه باسم المرحوم الدكتور حسني عبد الرحيم وقسم ومركز الوثائق سميناه باسم المرحوم الدكتور راجح زاهر ودول الناس اللي اداروا المتحف قبل مني يعني الله يرحمهم على كل ان احنا حبينا نحتفل معاكم ونسمع صوت حضرتك وعلشان نستزيد واشكرك جدا 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 استاذ احمد عبد الرحمن مدير عام متحف النوبه في اسوان. ده يخليني افكر مع السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات وبالذات السيدات المشاهدات بقى ليه لأن الحكاية دي هم صاحبات القرار اللي فيها ولو عن طريق الزن. يعني إيه؟ إحنا لازم 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 نفكر بمنتهى الجدية بأنه يبقى طبيعي كل سنة دفعة مثلا أولى ثانوي أو تالتة إعدادي كل سنة في كل المدارس يطلعوا رحلة الأقصر وأسوان في نص السنة. كل المدارس مدرسة على قد الحال مدرسة بتاعة الجماعة الأغنية جدا قوي خالص ماليش فيه. طيب أهو يعني كان عبد العظيم يقول لك رحلة الجامعة. عارف بقى عبد العظيم رحلة الجامعة دي كانت حلوة بس رحلة المدرسة بالنسبة لي أحلى بكتير. ليه؟ أقول لك ليه عبد العظيم صاحبي والمخرج بتاع الحلقة. أقول لك ليه بقى عظيمة؟ ليه بتاعت المدرسة أحلى؟ خلي بالك إحنا لما بنبقى في تالتة إعدادي كده مثلا ولا أولى ثانوي دي بتبقى أول تجربة لينا في إن إحنا نسافر برا البيت بعيد عن أهالينا. ده مش المصيف بتاع العيلة. عاوز أحس إن أنا كبرت، عاوز أحس إن أنا شبابت عن الطوق. حلو؟ ده جزء من سن المراهقة. فتعالى ناخد ده حتة سن المراهقة دي واروح موجهها في الحتة الصح. ايه هي الحتة الصح؟ ده ناخدك اعمل لك رحلة حلوة انت وكل زمايلك ونطلع مع بعض كدفعة بالكامل ومعانا فلان الفلاني مدرس التاريخ وعلانة العلانية مدرسة التاريخ وناخد بعضنا ونسافر دول يبقوا المشرفين على الرحلة بتاعتنا مدرس ومدرسة ونطلع ناخد قطر النوم ونوصل لحد الأقصر وأسوان ونعمل رحلة جميلة. طيب سيبها على الاهالي يا يوسف. لا مش كل الاهالي يقدروا يتحملوا هذه التكلفة اصلا. خلينا نبقى منطقيين. 2 انا اصلا عايز الرحلة دي تبقى مدعومة. عايز الرحلة تبقى مدعومة. يعني الطالب هيدفع جزء من التكلفة وليكن الجزء الايسر. ويبقى الـ 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 الدولة او المدرسة في الحالة دي هي اللي بتتحمل الجزء الأكبر.
طيب ليه؟ أقول لك ليه، عشان لازم العيال دي تشوف التاريخ بتاعها كده بعينيها وهو لسه صغنطط. أنا عايزه يكبر على إنه مصري، أنا عايزه يكبر على إنه مصري، عايزه يكبر على إنه فخور بتاريخه وبحضارته وبإنجازه الفكري والثقافي والمعماري والهندسي والعلمي وما إلى ذلك. ونبقى بنعمل ده بالاتفاق والتوافق والترتيب مع وزارة السياحة والأثار. ليه؟ هتقولي ما هو طالب معاهم مدرس التاريخ ومدرسة التاريخ. مدرس التاريخ ومدرسة التاريخ أولا إشراف، ثانيا وهو الأهم رمزية حقيقية، ثالثا هيساعدوا مع الطلاب كتير، لكن ما هماش مرشدين سياحيين. فأنا عايز الوزارة هي اللي تكلف مرشدين بأن هم إيه يبقوا مع الدفعات اللي طالعة. فأنا عايز أشوف الأقصر وأسوان دي في أجهزة نص السنة بتشغي تلامذة من كل مصر، بتشغي مليانة، يشوفوا فعلا يعني ايه حضارة. هتلاقي الولاد دول والبنات دول لما بيكبروا مفعمين مشربين بثقافة بلدهم وبهويتهم الحقيقية. انت متصور العيال دي بعد كده ممكن تعمل ايه؟ انت عارف ان جزء كبير من مشاكلنا الحالية ان احنا في عندنا انفصال عن تاريخنا، انفصال حقيقي مش هزار. ولاد وبنات اتولدوا في التسعينيات وفي الالفينات عندهم انفصال عن تاريخهم، ما يعرفوش من تاريخهم الحقيقي وهويتهم الثقافية الحقيقية غير الهرم الاكبر وابو الهول. العيال عايشة في البلاد وكأنهم اجانب، حتى لو كانوا في ابعد مدرسة في نجوع الصعيد ما يعرفوش عن مصر حاجة. اللي احنا بنتكلم فيه ده اهم 30 مليون مرة من العشرات من الموضوعات. احنا بنتكلم على مستقبل هذا الوطن، مستقبل هذا الولد، ممثلا في مين؟ في الولاد اللي عندهم 14 و15 سنة دول، اللي هيبقى فاضله 3 سنين ويخش الجامعة، ولازم مخه يبقى شغال ويبقى عارف هو بيعمل ايه في حياته، عاوز يبقى فاهم هو ليه داخل الكلية دي، هو بيختار على اي اساس. ده شيء مهم جدا، انتوا مستوعبين ده ولا لا؟ فليه بقى بقول الامهات معنيين بده اكتر ان هم لا يقعدوا يزنوا على الاباء ان هم يوافقوا على الرحله، والامهات هم اللي بيروحوا المجالس بتاعه المدرسه بتاعه الاباء واولياء الامور وما الى ذلك، ولو مش هي اللي بتروح وجوزها اللي بيروح هتقعد تزن على دماغه لحد ما تعمل له غسيل مخ واحيانا بالاجبار الطوعي علشان يوافق ويناقش هذا الموضوع مع اداره المدرسه. انا عايز ده يبدا بالطريقتين، جزء من القمه وجزء من القاعدة. القمة في هذه الحال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وأنا عارف أنه راجل نشيط وبيحب يتحرك في مثل هذه المجالات جدا، فأنا عايز الدكتور رضا يدرس الموضوع ده كويس جدا جدا جدا، وندرسه كمان ماليا ونشوف هنقدر نعمل فيه إيه، ونشوف ساعتها هنحمل الطلبة نسبة قد إيه والمدرسة تتحمل نسبة قد إيه وما إلى ذلك. يعود بقى لا دكتور محمد معيط في المالية ويقول له عاوزين مثلا مبلغ زيادة علشان رحلات نص السنة. على كل، تعالوا نروح على مجلس الوزراء اللي وافق على مشروع قانون بإنشاء إيه بقى؟ الجهاز المصري للملكية الفكرية، هيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد. أخيرا أحمدك يا رب. ده هيحصل بما يتفق مع الالتزامات بتاعة مصر الدولية ذات الصلة مع العمل مع توظيف نظام الملكية الفكرية بصور بتضمن التوازن ما بين حماية الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد معرفي. الخطوة دي يا جماعة بتيجي في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية واللي أطلقتها الدولة بعنوان 2022-2027. ده تم إطلاقه في سبتمبر اللي فات، ده على طول اللي قبل الشهر اللي ورانا، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذ محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا 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 يا سيادة النائب.
مساء الخير يا استاذ يوسف. ازاي حضرتك يا سيادة النائب بقى؟ لا انا يوسف وبس. ايه الاحوال؟ ازاي حضرتك؟ يا رب دايما بخير. يا رب يكون بخير كل حاجه. يعني هستأذنك يا محمود بعد اذنك ونحن نرفع الالقاب نفهم منك اهميه هذا القرار اللي هو انشاء الجهاز المصري للملكيه الفكريه، وهيبقى منوط بيه ايه تحديدا؟ يعني في البدايه زي ما حضرتك اشرت كده في الاول، هو الجهاز خطوه من خطوات الاستراتيجيه اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي الخاصه بحقوق الملكيه الفكريه. خليني اقول لحضرتك حاجه كده صغيره، ان ناس كتير ما تعرفش ان مصر من اوائل الدول اللي اهتمت بحقوق الملكيه الفكريه، واول اتفاقيه وقعتها مصر تخص حقوق الملكيه الفكريه كانت سنه 1688. 1688 حاجه من زمان جدا يعني. ازاي؟ وكانت في سويسرا، وكانت يعني حاجه كده تاريخيه انا جبتها من المراجع يعني، وكانت اتفاقيه مع سويسرا بين مجموعه من الدول كده تخص الادب والفنون وحاجات كده يعني، تمام. وبعدها توالت التواريخ باتفاقيات كتيره جدا كل ما يخص حقوق الملكيه الفكريه بكل اشكالها مصر كانت دايما بتوقع عليها. لكن الحقيقه ان حقوق الملكيه الفكريه كانت تايهه في مصر، لانها كان زي ما تقولي متفرق دايمها بين القبائل. ايوه الجهات المشرفه عليها او اللي بتطبق القوانين بتاعتها كانت متفرقه جدا. مهم ان احنا نعرف كمان ان احنا ان حقوق الملكيه الفكريه او استراتيجيه الملكيه الفكريه هي احد اهداف التنميه المستدامه 2030. ومحور مهم جدا في التنميه المستدامه، ومصر طبقا للتقارير هي من الدول الاوائل منذ اطلاق التنميه المستدامه 2015، وهي من الدول القلائل اللي مهتمه بجميع المحاور على التوازي وبتحقق فيها تقدم كبير جدا. حلو. مصر اهتمت بحقوق الملكيه الفكريه لاسباب كثيره جدا، اهمها طبعا الاسباب المعروفه الخاصه بنحافظ على حقوق الابداع والحفاظ على عقول المبدعين، لان عايز اقول لحضرتك ان تعريف حقوق الملكيه الفكريه هي الحقوق الغير ماديه التي لا تقدر بثمن، ده تعريفها بالمناسبه يعني. كويس. يعني ليس لها تقدير مادي. لانها فعلا عباره عن ابداعات وافكار واختراعات، كل ما هو غير مادي وهو بالعقل يعني بالتفكير. مصر اهتمت جدا. بالظبط كده. مصر اهتمت جدا، واحد الحاجات اللي كانت مهمه انها توحد المكان اللي يكون مسؤول عن حقوق الملكيه الفكريه، تمام، وهو الجهاز اللي اطلقه رئاسه مجلس النهارده. التحدي الثاني هو كان القرصنه وكان السرقات اللي بتتم الافكار، والجهاز ايضا هيكون بيحافظ عليها. الفكره الثالثه والمهمه جدا اللي مصر عملتها استراتيجيه حقوق الملكيه الفكريه عن طريق هذا الجهاز، انها في ناس كتير قوي يقول لك ده هيكون ليها بعد اقتصادي، اللي هو ازاي؟ اولا الجهاز يعتبر الفريد من نوعه في الشرق الاوسط، فاصبحت ان في دول عربيه كتير ودول افريقيه كل المبدعين والمفكرين بتوعها هيجوا يسجلوا عنده او فيه علشان يبقوا احتفظوا بحقوق الملكيه الفكريه بتاعتهم. فهنا مصر اصبحت قبله للعقول والافكار النابغه والمبدعه اللي هتبقى عندها بتوثق او بتعزز او بتعمل توثيق لافكارها وابداعاتها والنوابغ بتاعتها. ده حاجه ثانيه مهمه جدا جدا طبعا، دي في غايه الاهميه. يعني عايز اقول لحضرتك ان هذا الجهاز او استراتيجيه حقوق الملكيه الفكريه المصريه يعني هي فعلا نقله اخرى في مش هنقول بقى نحو الجمهوريه الجديده اللي بنتكلم عليها، لا، نحو مكانه مصر العلميه والفكريه. ده حقيقي هيبقى ليه بعد حقيقي. الحاجه الثالثه بقى والمهمه جدا، حضرتك عندك هنا في مصر الكثير من المبدعين والكثير طبعا من المفكرين، وما خبيش على حضرتك يعني مش ممكن واحد يتكلم على الفكره بتاعته او يعرضها في حته ما او في مكان ما يصحى الصبح يلاقي ناس ثانيه بتعملها بامكانيات اكبر واقوى، وده بيحصل عند كتير جدا. واللي دي حصلت معايا انا والله يا فندم، وحصلت معايا. فلا النهارده لما ابقى انا عارف وكمواطن مصري، وخصوصا ان الشباب والطلبه في المدارس وفي الجامعات هيتم اعلامهم بهذا المكان المحترم، ان انا النهارده عندي فكره كويسه او عندي حاجه مبدعه هروح اسجلها.
وهتبقى باسمي ومسجله باسمي، يجي حد تاني يعمل حاجه شبهها او حاجه زيها. وبالمناسبه هذا المكان محوكم ومميكن علشان يبقى ضد التزوير وضد القرصنه والحاجه التانيه كمان وضد النسخ. حلو قوي، ده مهم جدا الامر ده، وضد النسخ. يعني انا مش هاخد فكره حضرتك واغير كلمتين واشيل ان وماذا واحطها تبقى بتاعتي، لا يا فندم. لا، المحتوى والصلب بتاع الموضوع، وحضرتك طبعا استاذنا وفاهم، مش هتنفع تتسرق خلاص. حلو جدا جدا. طيب هل طلع لده مذكرات تنفيذيه تفيد بالرسوم، الطريقه اللي هروح اسجل بيها الى اخره، ولا لسه؟ هو حضرتك الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اطلق الاستراتيجيه في سبتمبر، الحكومه بصراحه على قدم وساق مع الملفات الكتير اللي بتشتغل عليها، قدرت ان هي توصل النهارده انها تطلع قرار هذا الجهاز، واعلنت عنه المذكره التنفيذيه بتاعته والهيكل بقى والحاجات اللي بتشتغل عليه. بالمناسبه مش هتبقى صعبه، لان هي هتبقى تجميع لعده اماكن شغاله مع بعض، واحنا الحمد لله التحول الرقمي عندنا ماشي بخطوات قويه جدا، فهتلاقي كل ده بيصدر في خلال فترات قصيره جدا ان شاء الله باذن الله. يا مسهل الحال، احنا عايزين بس نحاول نخلي تبقى رسومها يعني في المعقول، بحيث لا يحجم احد عن التسجيل ولا يستثقل الامر. لا لا لا، ان شاء الله هو في فترات قريبه جدا، وهيبقى دي حاجه بقول لحضرتك ليها علاقه باستراتيجيه التنميه المستدامه، يعني اجيالنا واولادنا واحفادنا وكل الاجيال بعد كده هيبقى عندهم هذا المكان اللي بيحافظ على افكارهم وابداعاتهم وكل حاجه بقى تبقى بتاعتهم بعد كده ان شاء الله. لا ده الدنيا ماشيه زي الفل. انا اشكرك جدا 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 يا محمود، كل الشكر لسياده النائب محمود القط امين سر لجنه الثقافه والاعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. طيب خلونا نروح لمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، واللي بيتفضل مشكورا الحقيقة دايما بأنه يعني بيشتغل بمنتهى السرعة وعلى قدم وساق زي ما بيتقال في مسألة تصحيح المفاهيم المتعلقة بالشائعات. المجلس ده من ضمن الحاجات اللي بيعملها بالمناسبة، يعني كفاية الإنفوجرافز اللي بيجيبها لنا نقعد نعرضها دي، ببقى مبسوط قوي. المهم المجلس نفى ما تم تداوله بشأن إيه. في ناس بدأت تطلع شائعات كما جرت العادة، تكتب على فيسبوك تتداول الموضوع، وزارة القوى العاملة يا جماعة جايبة فرص عمل في شركات خارج مصر. لا ما حصلش ده على بلاطة كده. ما عمل ايه المركز الإعلامي؟ بيرجع على طول لوزارة القوى العاملة ويقول لهم يا جماعة في كلام دلوقتي منتشر. مع المركز بيعمل الرصد ويبدأ بقى ايه يحقق ويتابع ويعلن الحقيقة. ها وزارة القوى العاملة في حاجة متعلقة بمسألة الإعلانات المنتشرة دي والكلام على أن أنتوا جايبين فرص عمل لشركات خارج البلاد. كان إيه بقى رد وزارة القوى العاملة؟ وزارة القوى العاملة نفت الأمر تماما، ووضحت أن الإعلانات المتبادلة دي مجرد إعلانات وهمية ومزيفة وملهاش أي علاقة بالوزارة على الإطلاق، وشددت قالت يا جماعة أي فرصة جديدة للعمل خارج البلاد أو داخل البلاد بالمناسبة يعني بيتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة، يبقى مثلا الموقع الإلكتروني، يبقى مثلا الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك، وممكن تلاقي الوزارة مثلا بتقول حاجة علشان تتذاع في برنامج زي عندنا إلى آخره. غير كده مفيش. أنا حقيقي بقعد أسأل، هو شائعة زي كده لما بتنتشر بتنتشر ليه؟ يعني أو بالأدق هو أنت بتصدق ليه؟ بتصدق عشان عايز تصدق؟ طب ما تبص تأكد دي الصفحة الرسمية ولا لأ؟ بس يعني أسهل حاجة. طب تعالوا نروح لحاجة تانية. إيمان عياد بتعمل حاجة لطيفة قوي، هحكي لكم على حكاية إيمان. بتعيد تصميم الهوية البصرية للقطن المصري. ازاي بقى؟ مشروع تخرجها من كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك بيعمل كده. ماذا فعلت يا إيمان؟ تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. اسمي إيمان عياد، خريجة كلية فنون جميلة قسم جرافيك شعبة تصميم واتصال جرافيكي. مشروع تخرجي كان عن القطن المصري، إعادة تصميم هوية عن القطن المصري.
الحمد لله جبت امتياز مشروع تخرج. فانا كان هدفي من الاول ان انا عايز اعمل مشروع قومي يخدم مصر سواء في محافل او في مؤتمرات. فلما بحثت من خلال البحث بتاعي وجدت القطن المصري ملوش للاسف هويه تقدر ان احنا نستخدمها سواء داخليا او خارجيا في التعاملات، بالذات ان القطن المصري دلوقتي بسبب الاتساعات اللي الحكومه بتعملها، وكمان ان مصر صدف ان هي هتستضيف مؤتمر القطن العالمي كان في اكتوبر اللي فات. هو كان بالنسبه لي فاضل له سنه ان مصر هتستضيفه من 3 اكتوبر لحد 7 اكتوبر. والمؤتمر ما كانش حد بيتكلم عنه، في نفس الوقت ما فيهوش دعايه كافيه ان هو يظهر، مع ان هو مهم قوي في مصر. مصر اول مره تستضيفه في مصر او في الشرق الاوسط وكمان في افريقيا. فده اللي خلاني اعمل هويه للقطن المصري وبعد كده اعمل دعايه للمؤتمر نفسه. كمان من ضمن مشروع التخرج بتاعي ان انا كنت عامله منتجات موظفه فيها فكره اللوجو، زي مثلا التيشيرت ده طبع عليه اللوجو بتاع القطن المصري. زي ما حضرتك شايف، زي ما قلت لك ان اللوجو مكون من نهر النيل وزهرة القطن والشمس. ده بيعبر عن براند القطن المصري، مش شرط يبقى بنفس الحجم او بنفس الشكل، بس انا كنت حابه اوضحه لجنه التحكيم. لكن بعد كده ممكن اللوجو يبقى لوجو صغنن هنا بيعبر عن البراند نفسه، لوجو على التيكت من ورا، ومش شرط بس في التيشيرتات، ممكن باكج مثلا الشنطه اللي هيتحط فيها المنتج او البوكس اللي هيتحط فيه المنتج، اي منتج مصنوع من القطن المصري. فده كان هدفي ان احنا نطور الباكج ونطور المؤسسه ونطور طريقه العرض للمستهلكين نفسهم. كان برضو من هدفي ان احنا نزود التسويق للبراند نفسه، للبراند القطن المصري، بالذات ان المنتجات بره مصر، المنتجات المصنوعه من القطن المصري بتبقى حاجه قيمه جدا بكواليتي عاليه جدا، لكن هنا ممكن معظم الجيل الصغير ما يعرفش القيمه دي او ما ترباش عليها شبه ما احنا تربينا. فده اللي انا بحاول ان انا اسعى له، ان براند القطن المصري او القيمه ترجع زي الاول للمستهلكين. وده طبعا مش هيحصل غير لما يبقى قدامي حاجه مرئيه او حاجه انا شايفاها بتعبر عن المنتج، عشان كمان ما يتقلدش، وفي نفس الفكره عشان ابقى عارفه ان اميزه من بقيه المنتجات الاخرى. طيب، كم مرة اتكلمنا على مسألة غزارة، شوف بقى هنا بقى، غزارة الانتاج المصري من العقول. مصر اكتر دولة تنتج العقول، ده بجد مش هزار. وبالمناسبة يعني، وده أنا أفتكر أظن أن أنا قلته قبل كده، الكلام ده هتلاقيه منشور في أكتر من مكان على مسألة أنه مصر هي صاحبة أكبر عدد من الباحثين. أنا مش بقولك بقى طلبة حتى الجامعة، باحثين ماجستير ودكتوراه وباحثين ما بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الجامعات في العالم. مصر صاحبة أكبر عدد. النهاردة هنتكلم عن الدكتورة داليا شتا. الدكتورة داليا شتا خدت جايزة أمريكية لأفضل مشروع بحثي قدم للمؤتمر العالمي، مؤتمر اسمه The American Society of Hematology. الجايزة حصدتها أو حصلت عليها الدكتورة داليا علشان وصلت لإيجاد علاج لعدوى فطرية بتصيب الرئة بشكل خاص لدى مرضى الأورام الخبيثة أو مرضى السرطان. كمان المرضى اللي بيتلقوا علاج قد يؤدي إلى ضعف المناعة. عايزين نتكلم عن تفاصيل القصة دي؟ طب نعرفها من مين؟ أكيد هنروح على زوم ونكلم دكتور داليا شتا، والمعيدة في قسم الميكروبيولوجي والمناعة بصيدلة المنصورة. أهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ اولا مبروك على الجائزه، ده نمره واحد.
الله يبارك في حضرتك، شكرا ليك والله. كل احكي لي ايه الحكايه بتاعه البحث بتاعك وتوصلك لهذا العلاج الاول، ايه هو المرض وايه هو البحث والعلاج ده ايه؟ هو البحث بيركز على العدوى الفطريه، زي ما حضرتك قلت العدوى الفطريه اللي بتصيب الرئه في مرضى السرطان او مرضى ضعف المناعه بشكل عام. هي الفترة ده موجود، يعني هو مش حاجة جديدة، هو موجود واحنا نفسنا كأشخاص سليمة بنواجهه كل يوم، بس احنا ان جسمنا او مناعتنا قوية كفاية انها تقدر تهاجم المرض ده، ولكن في مرضى السرطان او مرضى ضعف المناعة مناعتهم ضعيفة جدا لدرجة ان هي مش بتقدر تقاوم الفترة ده، وبيصابوا بيها المستشفيات بشكل كبير جدا. ومشكلة العدوى دي ان هي بتسبب وفاة تقريبا حوالي 50% او بتوصل احيانا 70% في المرضى دول. وحتى الآن كل الأدوية اللي متاحة واللي بتستخدم لعلاج الفطر ده اللي هي مضادات الفطريات مش فعالة كفاية بسبب مقاومة الفطر ده. فملخص كده، أنا البحث بتاعي فكرته إن هو يوجد دواء أو يوجد علاج يقدر يقاوم الفطر ده ويقدر يوفر الوقاية للمرضى دول، بسبب إن هو أو فكرته إن هو بيشتغل بطريقة مختلفة تماماً عن الأدوية المتاحة دلوقتي في السوق أو متاحة لعلاج المرض ده. فده انا شغالة عليه اوريدي من 4 سنين، من وقت بدات الماجستير بتاعي، وتوصلنا الحمد لله نتائج كويسه جدا. على انا بدات الاول على فيران تجارب طبعا، لان اي مشروع بحثي بيبدا الاول قبل ما تبدا تجرب على البني ادمين بتبدا على حيوانات تجارب. فبدات على فيران تجارب، وحاليا حتى توصلت ان انا بشتغل على عينات من الرئه بتاعه مرضى السرطان اللي في المستشفى التابعه للجامعه اللي بعمل فيها رساله الماجستير بتاعي. دي بتعتبر المرحله الثانيه، يعني بتتدرج مرحله بدايه من حيوانات التجارب وبعد كده عينات، وبعد كده بتبدا بقى تدخل مرحله ثالثه اللي هي الكلينيكال ترايلز او تجارب اسمها تجارب سريريه، يقدروا بقى يجربوا بيها الدواء ده على امراض فعليا على مرضى. احنا اصبح متاح عندنا كملي طيب الاول كملي. بس فهو الحمد لله النتائج اللي وصلت ليها حتى الان سواء على حيوانات تجارب او على العينات دي كانت مبشره كفايه، او ادت نتيجه بوزيتيف او ايجابيه، او ورت بمعنى اصح فاعليه للدواء ده للحمايه من الفطر ده. فبالتالي مشرفي شجعني ان انا اقدم على المؤتمر ده، لانه شايف ان انا النتائج اللي معايا كافيه جدا ان انا اتقبل في المؤتمر. فانا قدمت عليه، وكان بصراحه مجرد القبول المؤتمر بالنسبه لي كان حاجه كبيره، يعني مش بس الجائزه، لا مجرد القبول ان انا اتقبل من ضمن اكتر من 5000 بحث بيتقدموا كل سنه، وبيتحطوا في لجنه بتقيم الابحاث دي وبتحدد ايه بيتقبل وايه لا طبعا. وبعد كده كمان في زي تقييم اعلى عشان يحددوا قد ايه او مين البحث اللي يقدر ياخد جايزه ومين البحث اللي يقدر يتقبل ولكن بدون جايزه. فبالنسبه لي الجايزه كانت حتى قيمه تقديريه اعلى كمان من مجرد وجودي في المؤتمر. طبعا طبعا طبعا. طب دكتور داليا، يعني انت اصلا اتخرجتي من صيدله المنصوره؟ بالظبط. إيه انا خريجه قسم كملي يا فندم. خريجه قسم ايوه، خريجه قسم الميكروبيولوجي والمناعه صيدله المنصوره. فانا طول عمري يعني حتى ايام وقت الدراسه في الكليه انا بحب المناعه، دي حاجه لافته اهتمامي من وقت دراستي. وبعد ما خلصت بدات اوريدي الماستر بتاعي جامعه المنصوره، وقعدت لمده سنتين، بس بعد يعني خلال السنتين دول انا كنت شغاله على مشروع في نفس الوقت انا نفسي اسافر واكمل واحاول اكبر، يعني افتح لنفسي طريق كمان اكتر. فقدمت وسافرت وبدات مثلا من اول جديد بعد ما كنت اوريدي قضيت سنتين في الجامعه. كان الحمد لله الجامعه كانت مساعداني جدا، يعني ما كانش في اي مشكله ان انا اقدر اخد اجازه دراسيه اطلع اخد الماجستير والدكتوراه بتوعي من بره. حتى الان انا لسه على قوه جامعه المنصوره، يعني لسه معيده قسم مايكروبيولوجي في جامعه المنصوره ما شاء الله. فطلعت اخدت الماجستير الحمد لله في نفس المشروع، وكملت او نفس البروجكت اللي انا شغال عليه دلوقتي، ومشرفي عرض عليا ان انا اكمل الدكتوراه في نفس المعمل البحثي، فانا لسه مكمله لحد دلوقتي معايا على نفس المشروع. فانت بعتي المشروع البحثي بتاعك لجوليوس ماكسيميليان وخدتي من هناك الماجستير وهتكملي معاهم دكتوراه؟ هو المشروع اللي انا سافرت عليه كان مختلف عن اللي انا كنت بداته في مصر. يعني ده كان مش سهل ان انا اقدر اسافر بنفس المشروع. انت بتقدم على مشروع بره، بس بتحاول تشوف ايه اكتر حاجه
مناسبة أو ملائمة لشغلك في مصر. فأنا كان بالنسبة لي القسم بتاعي بيتيح ليا إن أنا أشتغل يا إما مايكروبيولوجي أو إيمينولوجي، المناعة، المايكروبيولوجيا أو المناعة. فأنا لما جيت سافرت قدمت على مشروع خاص بالمناعة، بالمناعة. وفي نفس الوقت بيربط ما بين كده وما بين كده، لأن هو شغال على عضو فطرية، فأنا ربطت بين الناحيتين لما كويس بدأت قوي، تاني من أول وجديد في ألمانيا أول ما وصلت الماجستير بتاعي. حلو جدا. طيب انت هتخلصي البي اتش دي بتاعتك او الدكتوراه بتاعتك هناك في جامعه جوليوس ماكسيميليان، صح كده؟ بالظبط هتعملي بالظبط. ايه بعد كده بقى ان يا شاء دكتوره الله داليا؟ المفروض السنه الجايه باذن ان الله، شاء الله بمنتهى ان التوفيق. شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني البلان بعد كده الخطه بعد كده باذن الله انا المفروض ارجع تاني الجامعه في مصر ان شاء الله، لان ده هيبقى خلاص انا ده الهدف من السفر او الاجازه اللي انا اخدتها الدراسيه دي، كان الهدف منها ان انا احصل على درجه علميه وبعد كده هرجع بإذن الله أستلم شغلي في الجامعة في مصر بإذن الله انت مسافرة أول بعثة ما أخلص. ولا منحة انت قدرتي تحصلي عليها بشكل منفرد؟ أنا مسافرة منحة بتسمى منحة شخصية، فأنا قدرت أحصل عليها بشكل منفرد، ولكن ما زلت بتلقى دعم من جامعة المنصورة، فهي مش بعثة ولكن منحة بدعم من الجامعة، بدعم من يعني أنا لسه الجامعة. على قوة الجامعة، لسه مسجله في الجامعه وكل حاجه، ولكن مش بعثه، هي اسمها تسمى منحه شخصيه. طيب انا برضو صححي لي المفاهيم، خلي بالك انا ولا باحث ولا دكتور ولا افهم في المناعه ولا الحاجات دي، لا لكن انا اتفضل بحاول طبعا افهم منك قدر اتفضل الامكان. شايفني كده. دلوقتي بطبيعه الحال بعد الانتهاء من التجارب السريريه والمناقشه المطوله والتجربه الى اخره، هيبدا الدواء ده يبدا يدخل بقى في اطار الاعتماد، بس اللي هيقدم ده هيبقى المركز البحثي التابع لجامعة جوليوس ماكسيميليان اللي بتدرسي فيها واللي بتقومي فيها بهذه الأبحاث، صح كده؟ بالظبط، بس الاكسبشن هنا او يعني الحاجه هنا ان انا طلبت، يعني لما جيت قدمت البحث بتاعي في المؤتمر في امريكا، البحث بتاعي تحت الاسم الجامعه، جامعه المنصوره عليه، مش بس اسم المعمل البحثي اللي انا فيه، هو يعني انا ده طلبت من المشرف بتاعي ان انا احط اسم جامعه المنصوره كمان بجانب الجامعه يوليوس ماكسيميليان يونيفرسيتي فورتسبورغ اللي انا جزء منها دلوقتي، ولكن انا ما زلت تبع جامعه المنصوره. حلو. فهو ما كانش عنده اي مشكله بصراحه، فهو البحث حتى البوستر او البحث لما يتنشر او يبقى موجود على الويب سايت بتاع المؤتمر هيبقى عليه اسم الجامعتين، وبالتالي رائع. اي حاجه بتخرج مني او تحت اسمي هتبقى ليها الحقيقيه ان هي تتحط للجامعتين، مش بس الجامعه هنا في المانيا. عملتي كده ليه بقى؟ ده بيت القصيد. والله لان انا يعني انا درست حياتي كلها، يعني حياتي كلها درست في مصر، سواء من اول ابتدائي لغايه ثانويه عامه لحد ما دخلت الجامعه، انا كل دراستي في مصر، العلم اللي اخدته ده كله اللي درسوه لي دكاتره مصريين في جامعه مصريه، انا متخرجه من كليه صيدله جامعه المنصوره، لولا الباك جراوند او المعلومات اللي عندي او اللي انا اخدتها من في دراستي في الجامعه دي ما كنتش اعرف اسافر. يعني انا لما وصلت، ودي حاجه انا بجد يعني دايما اقولها في الاول، لما وصلت المانيا وبدات ادرس، لا احنا بجد واخدين او اتعلمنا صح، يعني احنا عندنا باك جراوند، عندنا بيس كويسه جدا جدا تقدر تساعدنا هنا. يعني انا كنت دايما بستغرب، يعني طبعا احنا كلنا دايما نسمع عن الدراسه بره وعن التعليم وعن كل حاجه، طبعا التعليم ده كويس وكل حاجه، ولكن لا احنا عندنا تعليم كويس جدا جدا كمان، انه يأهلني ان انا امشي، يعني انا الحمد لله ما واجهتش الصعوبه في الدراسه، يمكن الصعوبه الوحيده اللي قابلتني في اول ما جيت اللغه بس، لكن انا محتاجه اتعلم لغه، لكن كدراسه الحمد لله ما كانش فيها صعوبه، عادي مذاكرة زي ما بنذاكر في مصر ومجهود شوية زي ما بنعمل في مصر، بالعكس كنت بحس أحيانا إن إحنا في مصر يعني كمان بناخد أو بيبقى عندنا لود مذاكرة ولود مجهود أكتر كمان من هنا، فيعني إحنا بالنسبة لنا الكلام هنا ده عادي، إحنا متعودين عليه في مصر، ده ليه؟ انا مش عارف اقول لك ايه. فلازم اولا أرجع الفضل يعني في الأخير لمصر يعني. برافو برافو برافو، كل التهنئه العقليه قبل القلبيه بصراحه باللي انت عاملاه ده، والتهنئه القلبيه كمان لانك انت اصريتي على وجود جامعه المنصوره في البحث المنشور أكيد. بتاعك، وده كمان اظنه يضيف نقاط الى جامعه المنصوره من حيث فكره الابحاث المنشوره باسمها، فده كمان بيرفع الرانك بتاع بالظبط المنصوره طبعا، شيء بشيء، يعني طبعا حاجه تفرح. انت جدعه يا داليا قوي قوي يعني،
او يا دكتور داليا لو انا استخدمت اللقب حقيقي وعقبال الدكتوراه. لا طبعا اشكرك كتير، ربنا يخلي حضرتك يا رب باذن الله. اشكرك اشكرك يا داليا، ده المنتظر الحقيقه من المصريين الجدعان الاصله اللي زي الدكتوره داليا شتا المعيده بقسم الميكروبيولوجي والمناعه بصيدله المنصوره التي حصلت على درجه الماجستير وفي اطار الحصول باذن الله على درجه الدكتوراه من جامعه جوليوس ماكسيميليان بالمانيا الاتحادية. داليا هترجع مصر علشان هي عايزة ترجع مصر، علشان هي عايزة تفيد مصر بهذه الأبحاث. خلونا نروح لفصل ونرجع مع فقرة غنائية موسيقية مصرية صعيدية أصلية أصيلة على الربابة، صفا هلالي وفرقتها الفولكلورية الصعيدية الرائعة. بعد الفاصل خط لزق، لازم بقى نقعد نسمع ونروق ونعود إلى الأصول والجذور. خليكم معانا. بص، الوزير المستجيب دايما نعمة من عند ربنا. أنا أحب الحكومة لما تستجيب قوي، وبالذات لما تستجيب للبرنامج ببقى سعيد. الحقيقة إنه استجابة لينا النهاردة لما كنا بنتكلم عن متحف النوبة، وكنا بنتكلم عن إن في ضرورة حقيقية من وجهة نظري إن الولاد في ثالثة إعدادي أو في أولى ثانوي ينزلوا ويزوروا الأماكن دي ورحلة نص السنة والكلام ده. فلقينا الحقيقة إنه السيد وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي بيعلن عن الاستجابة بتاعته من خلال تنظيم رحلات طلاب الثانوية العامة بالتحديد الأقصر وأسوان علشان يتعرفوا على معالم بلدنا السياحية والأثرية والحضارية، وكمان التعريف بتطورات التنمية في مصر. يعني مثلا لما يروح الأقصر وأسوان هتلاقيهم بيزوروا الصد العالي وبيزوروا بنبان وبيزوروا المشروعات وما إلى ذلك. وأنا متأكد أنه على مدار العام هيبقى فيه رحلات تانية بتزور أماكن أخرى وبتزور أيضا مشروعات قومية عملاقة وما إلى ذلك. شكرا يا دكتور رضا، حقيقي أنا مبسوط فرحان مش بس علشان دي استجابة في التسعة، لكن الغرض الأهم هو أن الولاد يعرفوا بلدهم كويس. تعالوا بقى نروح لمين؟ لصفا هلالي. بقى أنا قابلت صفا مرة واحدة هنا هو في البرنامج، وبعدين وقتها وإحنا بنتكلم قالت لي على فكرة ده أنا كمان بعزف على الربابة. قلت لها أول بنت أعرف إنها بتعزف على الربابة. قالت لي ده أنا بعزف على الربابة. فلقيت النهاردة صفا جاية هي ومعها كل إخواننا اللي منورنا ومشرفنا. ليديز فيرست، إزيك يا صفا؟ منورانا، عاملة إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير. كيف حالكم يا رجال؟ ممكن نتعرف بالأسماء بالترتيب. مهدي مصطفى، اهلا بيك. محمود عبد الهادي، محمود بن سوهاج زي صفا بالظبط. احمد شوربه، من عندنا في الاليوبي. اليوبي اليوبي سوهاج اليوبي اليوبي اليوبي. طب واسمك؟ هاني مرجان. هاني مرجان، نورتونا وشرفتونا. انا مش هاخد وقت كتير في الكلام، كفايه ان انا عمال بكلم بقالي يجي ساعه ونص. انا عايز اسمع، وهتسمعونا ايه؟ هسمعك المربعات. انت سرحتي رحتي فين؟ مربعات في حد بينادي؟ لا لا بس يا اولاد مش كده. مربعات ابن عروس. مربعات ابن عروس مرة واحدة خبط لازق كده. توكلوا على الله. وسلم على النبي الزين
مدحت النبي العظم بطل صلايا قال النبي يا بلال يا الزين يا ابو بكر جيم الصلايا سكت الهوى والناموس طار والسبع طاطه بعينه خليها ده النوم أسطار لما لهلف ياخد يومين سكت الهوى والناموس طار والسبع طاطه بعينه خليها وعودت على البر ناوي ويا منا زينا مجاري لكن صبرا على البلاوي دنيا علينا تربت ونزور بعينك رعيها شوف العين زي لما طربت ما نطحت الا راعيها على طول ده انا قلت هتكملوا معايا حبه مش كده ده حاجه حلوه خالص انا عايز اعرف بقى دلوقتي لما قلتي لي المره اللي فاتت لما اتقابلنا كنا مع طبله الست صح كده انا فاكر قلت لي ده انا ربابه ومش قلت لك لا ده احنا برضه لازم نتقابل المهم عدت يجي سنه ولا شويه اهو وبدانا نشوفك وانت معاك الربابه هتحكي لي حكايه الربابه وهتحكوا لي حكايه تكوين الفرقه ولكن بعد ايه بسم الله عليكم وعلى حواليكم فاصل ونكمل الكلام مش شغالين على غنى ليه كنت عايز ارجع على غنوة انا قالوا لي لا مش هنرجع على غنوة طب فرصه برضو الواحد يتكلم شويه ده الواحد ممكن يتكلم حبتين صفا انتوا عاملين الفرقه بقالكم قد ايه انا عامله الفرقه بقالي سنه واتجمعتوا ازاي من انا احتكاكي بالمجال يعني بقالي جيت 2013 هنا في القاهره كنت قاعده في سوهاج طول عمري يعني طول العمر في سوهاج كنت بتدرب في قصر ثقافه سوهاج وجيت هنا 2013 و يعني دخلت كذا فرقه يعني فرق في مسرح البالون في كذا فرقه وفرق مستقله كتير حلو فاللي هو يعني احتكاكي بالمجال خلاني اعرف يعني اهل المجال فتعرفتي بقى على الزملاء حلو جدا 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 طب انا برضه هنا هاخد راي كل واحد حد فيكم اشتغل معاه عازفه بتاء التانيث ربابه قبل كده ولا لا طبعا خالص ولا مره في سوهاج استحالة بهزر ولا ايه وبعدين طلعت سوهاجيه في الاخر دي ترجع على البلد دي ما تقعدش هنا خالص نهائي طب لما 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 لقيتوا انه صفا بتجمعكم خلاص انتوا اتعرفتوا على بعض وعارفين بعض وكلنا اولاد مهنه واحده وكلنا بنعمل بالموسيقى وبتاع لكن ما شكتوش الم يساوركم القلق ها مين المتحدث اكيد صوركم القلق
لا 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 ولا لا 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 تحيز للسوهاجية الصيني ما بيرحمش احنا نتحاسب مع بعضينا لكن مش على الهواء هم ممكن يكونوا قلقانين من فكرة ان ست يعني وكده بس انا بدرس برضو عشان اعرف اكتر في اكاديمية الفنون بتدرسي على الربابة ولا على تراث الموسيقى الصعيدي والموسيقى الفلاحية والحاجات دي كلها الموسيقى بشكل عام بشكل عام بتفكروا يا جماعة تطلعوا تلعبوا مزيكا برا ولا لا أكيد بجد والله بنسافر. الفكرة جاية في دماغكم احنا بنسافر وبنلعب برا كتير يعني انتوا بتسافروا بالفرقه بتاعتنا دي بتطلعوا برا ولا لا بالفرقه دي لا. لسه ما سافرناش بس ممكن كل واحد لوحده او اتنينات او حاجات زي كده ولعبتوا مزيكا فين احكوا لي انا الحاجات دي بالنسبه لي مهمه جدا كتير حدث ولا حرج لعبنا مزيكا في احنا لعبنا مزيكا في امريكا ولعبنا في فرنسا وفي بلجيكا واوروبا بالكامل يعني وباقي الدول العربيه حلو فدول يعني ناس قديمه قوي يعني كلهم من زمان لا ما دول لا يعني سياد الشغلانه زي ما بيتقال السينيورز طيب تعالوا نسمع بقى يا عمرو انت بتفسد حبل افكاري كل مره عمرو زكريا مذهل يقول لي عايز السلطن والامسيه حلوه بص عشان الكلمه دي احنا ان شاء الله هنمد 15 دقيقه بس ترجعوا للاداره خلونا نسمع الاول يلا كل من له حبيب ما تحرموش منه يا رب كل من له حبيب ما تحرموش منه ما تبهدلهوش يا زمن إلا انشبع ضيعت مالي وانا مالي ضيعت
جرحني على عيني الاسمر دواني وانا اعمل ايه؟ يا حلو داري 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 جمالك داري جمالك يا سيدي قعدت تفوقك كده تصحصحك تدي والله بتكلم بجد اللي هو ايه هدوء وعقد مزمار ورحنا داخلين بالناي وطبعا عندنا خلفيه ربابه وفجاه انا حسيت ان دلوقتي رحت عامل بقى كده تقمصت انا دور على طول قائد الفرقه المسائيه فما هو اللي ما بيعرفش يلعب مزيكا دايما متقمص ليس الا يعني اكيد طبعا اكيد 30 سنه اكتر من 30 سنه بحاول اتعلم مش نافع يا جماعه طيب خلوني بقى هنا هرجع على المساله بتاعت لما بتسافروا بصرف النظر ان انتوا هتسافروا مع بعض كفرقه او هتسافروا كعازفين بشكل منفرد او ثنائيات او صفه لوحدها وحاجات زي كده استقبال الناس الاجانب ابيض وشعر اصفر وعينين ملونه ده سيبك من اخواننا العرب احنا فاهمينهم وهم فاهميننا الجماعه الاجانب بيستقبلوا المزيكا استقبال استقبال الاجانب بتبقى معاك يعني بيتفاعلوا معاك بيحبوا الفن ده فولكلور المصري الصعيدي وفي كل مصر كله هم عايزينه اصلي بقى عايزينه بالظبط عايزين الاصلي بتاعه اه حاجه مش عايزينه مجود ايوه مش عايزينه يعني بمعنى كده يعني بعبله كرافات زي ما هو بعبله بطعمه بطريقته بس الفرقه دي يعني انا بخطط ان شاء الله ان هي تسافر اماكن كتير يعني لازم بكلمكم بجد والله خليني الاول انا اسلم عليكم لان هم بيقولوا خلاص احنا هنخدم وانا حاولت ان انا امد الحلقه قدر الامكان الظاهر ان انا ماليش اي سيطره على ما يبدو ان انا مش مسيطر بس مش دي المساله برضو الانضباط حلو لازم انضبط بميعاد البرنامج طبعا كنت انا قاعد عمال بحاول ازق يمكن يبعتوا لي يقول لي هنمد ولا حاجه ولا كده مفيش برضو المره طيب. الجايه بقى المره الجايه جايات اكتر من رايحات ان شاء الله مليون الف تحيه لسوهاج مليون لاهل القليوبيه الكرام نورتونا وشرفتونا بجد كاخواتنا واهالينا يعني وكضيوف اعزاء وفرقه بجد حلوه برافو صور اصافه ان انت جمعت لنا التجميعه الحلوه دي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفرقه بقى كفرقه تطلعوا مع بعض اوروبا وساعتها هنتشعبط في ديلكو ونروح نصور معاكم انت من قدام ده احنا هنتشعبط ده شرف كبير لينا لا ده احنا اللي هنتشعبط نورتونا وشرفتونا هتسمعونا ايه حاجة في الأفراح الصعيدي كده غزل الحمام خشوا بيها وتبقى دي أحلى ختام لأسبوعنا وإحنا لو كلنا العمر نقابلكم إن شاء الله إن شاء الله يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة أسيبكم بقى مع أغنية مفرحة فرح صعيدي على أبوه Thank you.
حمام مني مين يشتريك يا حمام مني. جوز الحمام والحمام البلدي يا حلاوة عالحمام البلدي. جوز الحمام والحمام البلدي حلاوة يما عالحمام البلدي. هيعلمك العشقية ولدي من يشتريك يا حمام. الحمام المغربي يا حلاوة يمه عالحمام المغربي. إذا كنت غاوي مش هفصلك والنبي مين يشتريك يا حمام مني. شال الحمام حط الحمام فوق برجنا يا حلاوة يما عالحمام فوق برجنا. أصل أنا بعطف عالحمام وحنينا مين يشتريك يا حمام.